فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من أمريكا تسأل، تقول إنها امرأة مسلمة وقد وقع ابنها في فاحشة الزنا وحصل له ولد من هذا الزنا. سؤالها: ما هو ولد له؟ ولا يجوز إنها تقول هذا ولده، ما يجوز هذا. ولد الزنا ما له أبو، إنما له أمه فقط. نعم، ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.